السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف دلوقتي ازاي بدخل اعلانات جوه برنامج الاب انفنتور. بدخل اعلانات الادموبي جواه ازاي. هنيجي على ما خلاص احنا عاملين هنا البروجكت، خلاص بقوم طالعة من هنا واعمل له اكسبورت بامتداد اي على الكمبيوتر. نزلته لي اهوت اس ام اس 1 اي اي اي، وافتح البرنامج سناب شات واروح هنا على واعمل فايل جديد، بروجكت جديد، كريت نو اي اسم، فتح لي واحد فاضي، بضغط هنا واعمل ابلود للملف اللي هو امتداده اي 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 اللي لسه منزلينه دلوقتي على الجهاز. بيقول لي الاسم ما ينفعش يحتوي على letters اللي هو numbers و letters مع بعض، ال one يعني نشيل ال one منه. هنعمل له تاني upload هنا، يعني دقيقتين حاجة كده، وبعد كده بيظهر ان شاء الله الشكل بتاعه اللي احنا كنا عاملين الديزاين بتاعه في على البرنامج التاني. ظهر هنا هو بنفس التصميم اللي كنا عاملينه. دلوقتي بقى انا عايزه اضيف الاعلان فيه، هروح هنا تحت هلاقي الادموبي هنا، اسحب البانر. طبعا المفروض بكون عاملين حساب على الموقع ادموبي، واعمل اد يونت. لو انا عاوزه يظهر الاعلان تحت خالص هنا كده كده الضغط، خلاص بشيل التست مود، بشيل علامه الصح منها واسيبه اللي هو يكون مرئي. وهنا في دوت لازم ادخل فيه الاي دي بتاع الاعلان اللي انا المفروض عملته خلاص جوه الاد موفي. بدخل الاي دي بتاعه هنا جوه بلوكس، هنا بروح على سكرين ودخل في الانيشاليزيشن بتاعت السكرين. ودخل فيها كول للادمين عشان تحمل اول ما البيج تفتح بس كده. هو ممكن يشتغل كده، بس لو ما اشتغلش في حاجة كمان ممكن نضيفها، نضيف كلوك ظهر عندي تحت اهو اللي هو التايمر، واظبط في اللي هو اللي هو التايم بتاعه، خليها على حسب ما احنا عاوزينه، وليكن 60. بس كده هعمل له بقى سيف واطلعه في هيئة امتداد ABK، وابدأ ارفعه على المتجر. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.